اولا كنبغيو نشكروا الناخب الوطني سي هشام دقيق وطبيعه الحال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم على راسها السيد الرئيس فوزي القجع اللي تاحوا لنا هاد الفرصه هذه اننا هاد الشباب يقدروا يلعبوا مباريات بهذا الشكل هذا. فكما شفتوا اليوم المباراه كان داز في اجواء رائعه، اكتسبنا منها العديد الحمد لله. المنتخب الايطالي منتخب قوي، حتى كنا عارفين ان المباراه الثانيه غادي تكون اصعب، لا سيما ان المنتخب الايطالي فدعم هذا الفريق ديالو الاقل من 23 سنه بلاعبين مجربين في الفريق الاول. بالنسبه لنا هذه تجربه تنضاف الى التجارب اللي تراكموا هاد اللاعبين هادو. الحمد لله فاحنا الدور ديالنا في الاداره التقنيه اننا نهيئوا اكبر عدد من اللاعبين اللي ممكن انهم يلتحقوا بالفريق الاول ان شاء الله، اللي يعني كتنتظروا تظاهرات كبيره ان شاء الله، على راسها كاس افريقيا اللي غتقام بلادنا الحمد لله. فكنتمناو التوفيق لمنتخبنا الاول، وان شاء الله لا خوف على الفوتسال المغربي.